السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، تحية مجددة لكم. في الحلقة ما قبل الماضية وضعنا فيديو يتكلم عن أهمية قص القمم النامية لشجرة التين لغرض التسريع بالإنبات أو بإنبات يعني الثمار وكذلك الأفرع الجانبية. فعلا كما شاهدتم هذا التقليم يسرع بالإنبات جيدا، كما أنه يعطي للثمار حجما لائقا. هذا التقليم للتذكير فهو لا يتوقف عند المرة الأولى، ولكن فيه جولات للزيادة من الإنتاج، وسنريكم الآن في هذا الفيديو كيف أن هذا التقليم للمرة الثانية يعطي جيل جديد من الثمار، وإن كانت الثمار الأولى التي نمت لم تنضج بعد. وبهذا تكون عملية التقليم دائما مواكبة لشجرة التين، ويكون الثمار مستمر وكذلك الأفرع. هذا الفيديو سنخصصه لهذه الفكرة فتابعوا. إذن سنعطيكم نموذجين للتقليم. سنعطي نموذج لشجيرات كان نموها سيئا إلى حد ما، كيف أعطى هذا التقليم نتيجة، كما سنعطيكم نموذج لنمو جيد وشجرة جيدة في وضعية جيدة، كيف هي أثمرت يعني الشطر الأول من الإثمار، ثم ستثمر إن شاء الله الشطر الثاني بكل سهولة وبنوع من يعني الجودة. أحضر يا ربيع، أحضر. تفضل يا ربيع. بالمناسبة قدم التحية. السلام عليكم أزول في اللون. السلام عليكم أزول في اللون، يعني سي ربيع قدم لكم تحية، تحية الإسلام، ثم قدم تحية بالأمازيغية أزول في اللون. شكرا لك ربيع، تنمرت. هذا نموذج لشجرة، أحضر واحدة أخرى يا ربيع. هذا نموذج لشجرة نموها غير جيد، يعني نحن دائما نحرص على أن نقدم لكم الأشياء التي لم تحقق نجاحا باهرا، حتى لا نكون يعني نخدع متابعي القناة بتقديم دائما الأجود. الأجود موجود والحمد لله، ولكن بعض الأحيان تحدث بعض العثرات لابد من الإشارة إليها. هذه الشجيرات نموها متذبذب، هي في حالة يعني غير مرغوب فيها نظرا لأن النمو بطيء، كذلك إذا لاحظتم فيها إصفرار في الأوراق، إصفرار. هذا الإحتراق لا نتحدث عنه، هو بمجرد لسعة ناتجة عن الزيادة في التسميد فقط، ولكن هذا لا يمنع هناك إصفرار. ولكن الآن نتحدث عن التقليم، يعني قبل أن تثمر هذه الشجيرة قمت بتقليمها، يعني هنا مكان للتقليم، ثم أثمرت هذه الثمار تحمل 3 ثمار، ثم أنبتت أفرع جانبية، أنبتت أفرع جانبية، هنا فرعين جانبيين. ما العمل في المستقبل؟ ما هي الخطوة الموالية؟ هذه كذلك ثمار وأفرع، هذا حدث بعد التقليم. الآن المرحلة الموالية سنترك هذه يعني هذه الأفرع لتنمو أكثر، لتزداد ببضع سنتيمترات. يقدر طول هذا الفرع بأقل بقليل من 20 سنتيم، ولكن حين بلوغ 30 سنتيم سنقوم بتقليم القمة النامية لتنتج جيل جديد من الثمار وكذلك جيل جديد من الأفرع. هذه حالة شبيهة ولكن دون المستوى المطلوب. الآن سأحضر لكم شجرات أو شجيرات نموها جيد ومرضوضها جيد كذلك، وسنحدثكم عنها. بالنسبة لهذه الشجرة
التي قلت بأن نموها سليم وهي جيدة، قمنا بقص القمة النامية من هذا الحد كما تشاهدون. الثمار القديمة أو الجيل الأول من الثمار هو هذا، هو هذا الجيل. الآن نريد أن نطلعكم على الجيل الثاني من الثمار. انظروا، يعني ما شاء الله ثمار جيد، يعني في الجيل الثاني وفي الأفرع الجديدة بعد قص القمة النامية. لاحظوا هنا ثمار أكثر كثافة من المرحلة الأولى، بل هناك بعض يعني بعض الازدواجية في الإثمار كما تلاحظون، ثمرتان من نقطة واحدة وهنا ثمرتان من نقطة واحدة. الفكرة التي نريد أن نوصلها هنا هو أن هذا الفرع مثلا الذي أصبح تقريبا 40 سنتيمتر هو الآن يحتاج إلى تقليم هو الآخر، إذن سنقوم بتقليم القمة النامية. لاحظوا هكذا، هذا التقليم جيد، هنا سنقوم بتقليم آخر القمة النامية كذلك. ما الغرض من هذا التقليم؟ الغرض من هذا التقليم لا يختلف عن الغرض الذي تحدثنا عنه في الموضوع السابق أو في الفيديو السابق. الغرض هو تجويد هذه الثمار حيث حجمها سيكون ممتاز، كذلك الغرض هو نمو أفرع جانبية، ستنمو أفرع جانبية من كل عقدة، هذه عقد، من كل عقدة يحتمل نمو فرع جانبي. سنقوم بتقليم الأفرع كذلك حسب الحاجة، يعني حين تنمو مثلا في هذا الفرع، مثلا هذا الفرع تنمو منه أفرع أخرى جديدة، ربما سينمو فرعان من هنا وفرعان من هنا، يعني آنذاك نقوم بعملية القص والتقليم ونترك الأفرع المناسبة. وهناك قواعد أخرى في هذه العملية سنخصص لها حلقة إن شاء الله. المهم فكرتنا هي أن هذا التقليم دائما ينبغي أن يواكب شجرة التين. وردتني الكثير من الأسئلة، البعض يقول في أي فصل نقوم بالتقليم؟ الأمر لا يتعلق بالفصل. لماذا؟ لأن يعني أحوال المناخ تختلف من بلد لبلد. مثلا هنا نتواجد في مدينة الداخلة المغربية، الصحراء المغربية، المناخ يمتاز بكونه مناخ مداري، هناك اعتدال في الحرارة ودفء مستمر على مدار السنة. يعني هذه الأشجار في المنطقة الشمالية مثلا، المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في فصل الشتاء يكون هناك تجمد وانخفاض حاد في درجة الحرارة. إذن أشجار التين هي من الأشجار النفضية، يعني تسقط أوراقها وتدخل في حالة سكون بيولوجي. هنا لا يحدث هذا الأمر، تستمر في إنبات الأوراق وتستمر كذلك في إنبات الثمار على حسب ظروف المناخ وحسب أحوال الطقس. إذن من المتوقع أن تستمر هذه الشجرة في الإثمار حتى في فصل الشتاء. ولهذا السؤال الذي وردني في أي فصل، يعني نقلم، هذا لا ينطبق على كل المواقع الجغرافية، ولكن نقول بأن التقليم يكون حين ينمو الفرع. وأقتنع بالطول الذي أريد، لأن طول الأفرع مثلا في الأرض المستدامة ينبغي أن يستمر، ينبغي أن يستمر، قد يصل إلى متر أو أكثر ثم نقلم. ولكن على الإصيص نقلم في 40 سنتيمتر 30 سنتيمتر إلى غير ذلك، حتى تتكون عندنا شجرة لها عرض، يعني حجم نمو أفقي، وكذلك النمو الطولي لا ينبغي أن يتجاوز الحد المناسب لشجرة أو للشجرة التي تنبت، للشجرة التي تربت في الوعاء أو في الإصيص. إذن سأعمل بكم جولة إخوان أخوات متتبع قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، لتروا بعض يعني الأشجار التي كذلك أثمرت بنفس الطريقة، بعض الشجيرات التي تحتاج إلى تقليم القمة النامية مثلا، كهذه القمة مثلا ممكن
أن يتم تقليمها الآن فهو مناسب بالنسبة لهاته. لاحظوا الثمار، وهناك جيل جديد من الثمار، جيل جديد هذا يمكن تقليمه، بينما الآخر سنتركه ليزداد طوله. هناك كذلك واحد أخرى، يعني جيل جديد من الثمار. هناك الجيل الأول كما يبدو لكم، ها هو الجيل الأول، هو الجيل الأول، وهناك جيل جديد كما تلاحظون. مثلا هذه الشجرة التي زرعناها في كيس الإنبات، هذا الكيس له قواعده وله مزاياه، سنحدثكم عنه في حلقة خاصة إن شاء الله. الشجرة الموجودة في هذا الكيس، نظرا لأنها تتمتع بتربة كافية وهناك إمكانية لنمو جذري كبير وممدد داخل التربة، مما يسمح بأن تطول هذه الشجرة. إن شاء الله ستطول، وطولها سيبلغ تقريبا متر ونصف إلى حدود مترين في العلو، لأن الظرف مواتي لهذه العملية. بينما الأشجار التي وضعناها في الصير صغير ينبغي أن يكون حجمها وطولها يناسب حجم الإصيص حتى تنمو بشكل جيد ويكون إثمارها جيد. إذن هذه يعني تقريبا نصف متر، ولكن لن ألجأ إلى قص القمة النامية بغية أن تطول الحصول هذا من الفرعين، يعني إلى حدود تقريبا 80 أو 100 سنتيمتر، يعني متر، ثم نقوم بقص القمة النامية، وأنذاك ستنمو أفرع جانبية وسنحصل على شجرة يعني قد يصل طولها إلى متر ونصف أو مترين على أقصى تقدير. إذن إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، ورجاؤنا أن نلتقي معكم إن شاء الله في فكرة جديدة أخرى. وإلى ذلكم الحين، تحية لكم وإلى اللقاء.